قام احمد داود قال شنو؟ قال التصوف هو المقام الثالث من مقامات الدين كما اصلينا شيخ هارون. اصلينا مولانا الشيخ هارون بانه التصوف هو اللي هو شنو؟ المقام الثالث من مقامات الدين. والناس بيبحثوا عن التصوف ونحن دائما في محاضراتنا بنأصل قال نقول انه الفقهاء بيبحثوا في بابين الاحكام والكذا. قال الايات الوارده في الاحسان اكثر من الايات الوارده بتاعت الفقهاء. الامام الجصاص قال ايات الاحكام اكثر من 500 ايه. اما الايات التي تتحدث عن التصوف وان شئت فقل السير الى الله، وان شئت فقل التزكيه، وان شئت فقل علم النفوس، علم وعرف باكثر من 2000 اسم، اكثر من 1000 ايه. ايات الاحكام الصلاه الصيام دي الاحكام، الزكاه الحج الايمان التوحيد غيره. قال دي اكثر زول بالغ فيها قال الجصاص قال 500. قال لكن الايات اللي بتتكلم عن التصوف باسماء القريب 2000 اسم قال اكثر من 1000 ايه. الجصاص الحنفي في علوم في احكام القران قال 500 ايه. اما الايات التي تتحدث عن التصوف وان شئت فقل السير الى الله، وان شئت فقل التزكيه، وان شئت فقل علم النفوس، علم وعرف باكثر من 2000 اسم اكثر من 1000 ايه. انا داير ايه واحده الله قال ابقوا فيها تجانيه. ايه واحده بس داير آية واحدة ربنا قال أبقوا صوفية. واحدة بس ما اثنين. داير كلمة ما داير آية. داير حرف واحد في القرآن ربنا قال أبقوا صوفية. حرف واحد. أحمد المنتصر الإزيري قال أيوة فيه. قال أهل الصفة قال. ديل ما صوفية. داير يطلع على الصحابة صوفية. البوري قال طيبة دار الصوفي. أمشي لها وأطوفي. طلع الرسول ذاته صوفي. وده كله باطل لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم شيئين، ده الرد على الكلام ده، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وشنو يا جماعة؟ وسنتي. اثنين ما قال في تصوف، اثنين كتاب الله وسنتي. الرد على إنه أهل الصفة صوفية لأنه اسمهم أهل صفة، الصفة بالدارج السوداني حقنا الراكوبة. مجموعة من الصحابة فقراء جو المدينة ما عندهم بيوت ولا قروش رضي الله عن الجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في جامعي ده أعمل لكم صفة يعني ركوبة نحن بنسميها في طرف الجامع، أقعدوا تحتها وبيتوا تحتها لحد ما الله يفتح لكم. الله فتح لهم مشوا. ومنهم كان أبو هريرة رضي الله عنه. هذا صوفي؟ فكذابين النازل ودجالين ومحتالين. أما كلام أحمد داود الآيات اللي بتتكلم في التصوف أكثر من 1000 آية وأكثر من آيات الأحكام بتاعت ربنا، ده كلام كذب على الله سبحانه وتعالى وكذب على القرآن. زول يكذب على القرآن ما يجي يكذب علينا نحن؟ كذاب. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم تجاني سماني قادري ختمي اخوان مسلمين وا وا وا. قال من الذين فرقوا دينهم ما تكون منهم. اي زول عمل لي جماعه طريقه الله قال ما تكون منهم. كل حزب بما لديهم فرحون. مشى المجرم ده قال شنو؟ قال يلا نوريك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز وين التصوف يعني معنى كلامه. طبعا ده يجاوب على سؤالنا لسع كنا نجيب ايه واحده الله ذكر فيها التصوف. قال يلا نوريك ده في نفس المحاضره دي. قال الله ذكر علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. المذاهب الأربعة ما في زول بوب باب علم اليقين ولا باب عين اليقين ولا باب حق اليقين. أهل اللغة العربية أبحث لنا ما في زول بوب باب علم اليقين ولا عين اليقين ولا حق اليقين. تفتش فوق تحت ما في زول إلا في كتب القوم. الجماعة بقى يكبروا. يلا نوريك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتاب العزيز علم اليقين
وذكر عين اليقين وذكر حق اليقين، المذاهب الأربعة وغير الأربعة، ما في زول بواب علم اليقين ما في. المفسرين المفسر عنده مصطلح بيقراه حتى ما يبقى مفسر، اسمه شنو المصطلح ده؟ اسمه علوم القرآن. علوم القرآن كلها الكتب الموجودة ما في زول أما الباب بتاع علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ما في موجود. أهل اللغة العربية دي القواميس قدامك، أديها البحث، ابحث لنا عن علم اليقين وعين اليقين، ما في، ما مجاله. ديل منو تاني تفتش فوق وتحت ما تلقى إلا في كتب القوم، في المحاضرة دي ذات يعني كتب الصوفية ما في أبدا. شوف النازل بيعتبروا الصوفية أحسن من شنو يا جماعة؟ أحسن من المذاهب الأربعة ذاتها. وده كلام أحمد داود، كنا حنشغله له في المناظرة من البداية، يسمعوا بيضانه في اللابتوب قاعد بس هون. اول حاجه ده كذب، ما في زول يتكلم عن يعني عين اليقين وحق اليقين وما عارف شنو، ده كلام كذب. جيب فتاوى ابن تيميه الجزء 10 صفحه 645، جزء 10 صفحه 645، مش قال ما في زول يتكلم؟ ده ابن تيميه، دي مجموعه الفتاوى، الصفحه 645 الجزء 10. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أو ده هنا أحمد بن تيمية رحمه الله عن قوله تعالى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين، فما معنى كل مقام منها وأي مقام أعلى؟ فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين، للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة. يعني تيمية زاد وقال لك العلماء تكلموا معروف. طيب، منها أن يقال علم اليقين ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر، وعين اليقين ما شاهده وعاينه بالبصر، وحق اليقين ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. فالأولى مثل من أخبر أن هناك عسلا وصدق المخبر أو رأى آثار العسل فاستدل على وجوده، والثاني مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه، وهذا أعلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المخبر كالمعاين. طيب، والثالث مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته، ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله، يعني المرتبة الثالث. ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، الحديث. واتكلم اتكلم 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 عن الموضوع ده في أكثر من 5 صفحات، وقال العلماء أصلا الموضوع ده انتهوا منه زمان. وأبو داود ده ولا أحمد داود قال ما بيزول أصلا يتكلم بالكلام ده إلا منه يا جماعة؟ قال القوم التصوف والصوفية قاعدين يكبروا وقاعدين يعرضوا. التصوف دين قلة أدب ودين كفر، كفر عديل. ده كتاب اسمه قلائد الذهب، وانا قلت لك قاعد اديك بس شفت من كل بستان زهره، بس كلام الجنادة كله خلينا افتح صفحه 78 قلائد الذهب شرح توسل الشيخ محمد السمان، لانه لقيت له احمد داود 3 محاضرات في دار السمانيه برضه جبناها له هنا، 3 محاضرات طريقه سمانيه بيدافع عنهم. في صفحه 78 شوف الكفر ده كيف، ده كفر عجيب مره واحده. قال ومن كلامه رضي الله عنه الشيخ، يعني أنا موسى عليه السلام، قال الشيخ قال أنا موسى عليه السلام كويس، في مناجاته أنا علي في حملاته، أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منهم من شئت، أنا في السماء شاهدت ربي. هذا كلام، أنا في السماء شاهدت ربي، وعلى الكرسي خاطبته، وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب النار غلقتها. أو ده الكلام، أنا بيدي أبواب النار غلقتها، وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس. ده كلامه، والكلام ده كله كفر يا جماعة. الجنة وعدم دخول النار ده بتقوى الله. أيوة صحيح، ده كله بالتقوى بعد رحمة الله عز وجل. آية واحدة تنسف الكفر ده كله.
ربنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان شنو؟ تقيا، تقيا، ما صوفية ولا تجانية ولا سمانية ولا غيره. الله قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. انتهى الموضوع. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.